زيك. حضرتك تطلب ايه؟ ما يا ابني طلبت المسؤول. بص هات لي واحد مسؤول. وانا كمان عايز المسؤول. يبقى خليهم اتنين مسؤول وهات شاليمو معاه. شاليمو واحد، انا هشرب من المسؤول على طول. ده مجانين دول ولا ايه؟ يا رب الاقي مسؤول ساعة في التلاجة. عموما احنا خدامين الجزم يا فندم. شكرا. شوف 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 الراجل رحب بيا ازاي. لا واحترمنا. شاف شكلي قال لي الجزم. بص الحمد لله بنورك في كل مكان. تعال نقعد على الاريكه. يلا تعال. يلا يا انت بقى جايبني الكافيه. اتخانقت مع مدير الشركه وجيت جايبني الكافيه ده ليه؟ حوار جامد بقى. خير حوار؟ انت مش فاهم الحوار جامد قد ايه. اتفرج. عارف الاكونت اللي انا عامله على الفيسبوك؟ اللي هو حلاوه بزياده. حلاوه بزياده. هو ده. بكلم واحده من عليه. فورتيكا بقى. بجد والله فورتيكا. حاطه صورها بقى والجو. اوعى. لا مش حاطه صورها. يبقى سيبها. لا 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 اسمع مني، انا خبره في الفيس. ليه يا ابني؟ قعدت اكلم واحده 3 سنين وصور وهم، قابلتها طلعت اوحش مني. مفيش الكلام ده، مفيش اوحش منك يا صاحبي. والله في يا عم. دي بقول لك شايله 3 سنان وحوله مكتوب هنا كافر. يا عم وحش. اسمع مني والله شكلها مريب. بص انت، طب هي اسمها ايه؟ اسمها كان اسمها الاكونت بتاعها. اسمه ايه؟ ايه؟ قشطه بالعسل. اسمه قشطه بالعسل؟ ايوه. بس انت حلاوه وهي قشطه. هتتقابلوا فين؟ في المالكي. يا ابن اللعيبه. بقول لك إيه؟ ايه؟ طب هي هتيجي هتعرفها ازاي؟ هتخش هتلاقيني قاعد. تقول لي بقى انت حلاوه، انا اقول لها انت قشطه تقول لي بس. حلو قوي. طب وانت جايبني معاك بقى ليه ان شاء الله؟ ما خليك معايا عشان انا بتكسف وحط امك. يا ابني بتتكسف؟ انت مش متجوز؟ متجوز بس بتكسف. يعني انت مخلفتش عيال؟ مخلفتش. لا مخلفتش. ما انا متجوز بنت عمي. ايوه ايه العلاقه يعني؟ ما اللي يتكسف من بنت عمه ما يجيبش منها عيال، وانا بتكسف. طب ما تطلقها يمكن تاخدوا على بعض شويه. والله فكرت بس ما قدرتش. يعني انت جايب معاك الواد الشقي يظبط لك الدنيا. بالظبط. خليك معايا ونحط امك بتكسف. افهم بقى، لو جت شافتنا جنب بعض مش هتلغيك. انا اقعد لوحدي وانت لوحدك، اكننا ما نعرفش بعض. ماشي. انا هعمل باشا هناك. بص الباشوات. بص بص الباشا. بص بدله من زاره دي، وده حبل سناره جايبه معاك. بص احنا ما نعرفش بعض خالص. اقعد بس. تعرفنيش؟ صدق الواد ليه حق، ليه حق يدخل يقول لنا احنا خدامين الجزم. يا عم تشابه جزم مفيش حاجه. بقول لك بص بقى احنا ما نعرفش بعض. اختبرك. أيوة. يلا ماشي. يلا اختبرك لو سمحت يا. ايوه يا خالد. خالد ايه يا ابني؟ ما نعرفش بعض. انا خالص خالص يعني. يلا ماشي. لو سمحت يا. ايوه. هي الساعه كام؟ انت متاخر يا خالد ولا ايه؟ خليك معايا. يلا انت غبي. بص اقول لك لو سمحت ما تردش عليا. خلاص. بس بس بص الناحيه الثانيه وصفر. صفر. قول لي قول لي لو سمحت. لو سمحت مش هرد عليك. بس صفر. يلا اوف بقى يا ربي اوف. ايه ده ساعه عشان اركن؟ مش معقول. دي قشطه عشان اركن؟ مش معقول. يا رب بس ما يتاخرش. دي قشطه قوي. ايوه. يلا 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 لغيها لغيها. يلا لغيها. ايه لغيها ازاي يا عم؟ ازاي؟ قول اي حاجه بس. لطيفه قوي افندم. لا مفيش حاجه، ده انا بقول اي كلام، ما تاخديش في بالك. دوري. يلا هي قالت لك اهي. قالت لي. قالت لي دوري. ايوه. هي المفروض تقول لك ايه؟ تقول لي انا حلاوه. المفروض تقول لك ان هي قشطه وانت حلاوه. أيوة. هي قالت لك دوري ده نوع القشطه. قوم انت قول لها رشيد الميزان. افهم بقى الغاز دي انا فاهمها. قوم بس، ده انتوا مش اشقياء ليه يا جدعان؟ يا عم ما تضيعش الفورتيكا مننا. قوم بس قول لها رشيد الميزان ابو نص جنيه. قوم. لا يا عم لا بتكسف. طب قول لها علبه. قول اي حاجه يا عم. مكسوف انا. عايز تلغيها؟ ايوه. مش انت حلاوه وهي قشطه؟ هات سندوتش وافتحه. لا ما تيجي. لا طب لا بص هي واخده بالها ان احنا كده نعرف بعض. احنا ما نعرفش بعض. احنا ما نعرفش بعض. بس بص هناك ما نعرفش بعض خالص. صفر صفر. ايه ده انتوا قاعدين بعيد عن بعض ليه يا جدعان؟ ده انتوا حبايب. طب عليا الطلاق ما همشي غير لما تحضنوا بعض. هي كبرت في مخك. بس اسكت بقى. ايه يا فندم في ايه؟ احنا ما نعرفش بعض. ما تعرفوش ايه ده؟ انت اول ما دخلت خدتوا بعض حضن مطران. ما فيش الكلام دي معرفه سطحيه كده. يا ابني وطي صوتك وطي صوتك ما تفضحناش. وطي صوتك ايه يا فندم؟ والله تعرفوا. عموما احنا خدامين الجزم يا فندم. ربنا يخليك الف شكر. ثانيه واحده اشوف الانسه. الله انتوا مش كنتوا قاعدين جنب بعض هنا من شويه؟ سبتوا بعض ليه؟ عشان الموزه. بس بلا موزه بلا بتاع. ما تقولوا الحقيقه يا كذابين. يا كذابين مش عايزين تقولوا لحق ابدا. ما نعرفش بعض. صباح الخير يا فندم. صباح النور. لا ارمي المنيو ده، كذب كله، ما عندناش الحاجات دي.
ارمي المنيو واطلبي حضرتك يا فندم. طب عايز اي عصير فريش بعد اذنك؟ عصير فريش؟ ده انت جيتي في ملعبنا بقى، ده احنا بتوع العصير الفريش. سلام يا فندم. لو سمحت. أيوه؟ المناديل دي بردت، يا ريت تجيب لي واحده ثانيه. بس عايز امسح صدري بس. يلا اتفضل يا بيه. خدامين الجزم يا فندم. ما خلاص يا عم الشراب عرفنا. يلا بقى قوم قوم. يلا يلا. طب انا هخش الحمام وانت لغيها انت. يعني انت جايبني انا اللي اظبطها؟ مش عارف. خلاص روح. وانا قلبي مش جايبني. يلا انا هتصرف. مش ازاي انت اللي شقي وانا مش شقي. يلا يلا روح بس. انتوا مش كنتوا قاعدين جنب بعض من شويه مخدمين البهايم يا فندم؟ البهايم دي لايقه عليك انت قوي. بس بس هو مفيش شقي غيري هنا ولا ايه؟ ارجع لايام الشقاوه. الو ايه، مفيش شبكه؟ طب استنى كده اشوف في شبكه هناك. استنى هنا ما برضو ما فيش شبكة. هنا في شبكة. دي شبكة قشطة قوي. لا أنا شبكتي حلاوة. يا رب تفهم البهيمة دي. لا طب اقفل بقى عشان هنلزق في بعض كده. سلام سلام. أستاذ حلاوة بعد إذنك. نسى قشطة. ثانية واحدة. اتفضلي. ممكن بس أطلب من حضرتك طلب صغير؟ نتقابل هنا ولا نتقابل بره ولا إيه؟ نمسك إيدي على طول ولا إيه؟ لا مش كده خالص، بس بعد إذنك لما تيجي تتكلم في التليفون بعد كده تبقى توطي صوتك، يعني مش لازم الكافيه كله بقى يسمع جو قشطة وحلاوة وجو البقالة واللطافة ده. لا أنت مش فاهمة. أنا حلاوة الفيسبوك. أنت بتعاكس تاني؟ مش بعاكس، أنت مش فاهمة يا قشطة. احترم نفسك يا عم الأمور. لا أمور هتشتمي هشتم. انت عارفه ان انا مش امور، غلط في اللسان مفيش اسهل منه. طب انا بقى هوريك قله الادب يا حبيبي. وريني. يا شيرين يا شيرين. في ايه يا حبيبتي؟ البقف ده بيعاكسني. انت بتعاكس خطيبتي اهو. دوبلاج ده صح؟ دوبلاج اللي هو صوت يركب على جسم غريب. دوبلاج؟ لا صوت بجد والله. طب حضرتك عايز مني ايه؟ انت بتعاكس خطيبتي؟ لا والله انا ما عاكستش خطيبتك، انا عاكست الانسه اللي قاعده هناك دي بس. ما هي دي خطيبتي. في ايه يا استاذ؟ لا بص بقى، انت شكل الجسم غرك. لو انت بتروح الجيم وبتضرب باودر، انا بروح الجيم وبضرب بيكنج باودر. طب يلا كيكه. كيكه اجيب لك حته من الحرف الناشف. امشي اقعد. انت اقعد من هنا. شوف شوف ده. يا ربي هرجع للشقاوة. ما ضربتش حد من زمان ليه يا ربي؟ مش عايز افتري. انت اللي جبته لنفسك. انت كنت ولا في؟ انا بشمر الكم ليه كده؟ فيه امشي اقعد. انت اقعد هنا. انت واخدها بالصوت. بص بقى لو بالصوت انا ممكن ازعق ولا اسكت خالص. صوتك بيخوفني يا ضل. ايه ايه ده؟ انت خفت من الصوت ده؟ انا بعد كده اروح العب بنج وحنجره بقى. اقعد يا هنا. هنا؟ ما لو تاخد بالك انا حاطط البدله كده كده كنت هقعد هنا. اقعد. ماشي يا عم، انا بفكر اقعد هنا اصلا. اسكت خالص يا عم. انا سكت اهو. انت هتقعد بقى تاخدني عشان سكت لك بالصوت؟ لا لا. ايه ده؟ تصدق عمري ما فكرت اقعد هنا؟ بس والله الصوره من هنا احلى والله. بص الناس كلها هبني لكم مستشفى وجامع. اطلع بينا على السيدة نوزع بطاطين على الغلابة. اطلع اطلع. الانتخابات دي ليه؟ اسمع مني. ولا ايه؟ انا ممكن ارميه. يا سلام، ما انا ممكن اقع. بطل لبعضه. عايز ايه؟ انا ممكن اقتلك. وانا هسكت لك. امال هتعمل ايه؟ هموت. ولا ايه ده؟ يا بطل. في ايه؟ ايه يا عم الراحة؟ في ايه؟ يا فندم ماشي بس. يا فندم ما يصحش كده يا فندم. يا نهار اسود. سيبه يا سيبه. فندم مش هسيبه غير في الاسم. كسر لي الفانوس. فانوس ايه؟ التريلات تمشي قبل الساعة 2 بالليل. يا فندم ما يصحش كده، ده كده محترم. انت مين يا عم؟ انا صاحب. ايه ده؟ انا صاحب الكافيه. انت المسؤول هنا؟ انا المسؤول يا فندم. انا المسؤول هنا يا فندم. ايه ده؟ حضرتك المسؤول؟ ايوه انا المسؤول. اصل انا من الصبح بطلب المسؤول، كان نفسي اقابل حضرتك. ممكن ناخد صورة سيلفي مع بعض؟ ولا ايه؟ تعال انا بس هاخد صوره بس مع حضرتك. ممكن؟ يلا تعال خلص. اتفضل. بقول لك ايه يا عم؟ اطلع بره بقى بس ما تشتموش. ده هلف هلف. ناخدها هلفي. تعال. مش عايز اضربه تاني. ولا مش عايز الا فند. ده عاكس خطيبتي. ايه ده؟ عاكس خطيبتك في المكان هنا؟ عاكسها قدام عيني. انت عاكست خطيبته هنا؟ والله العظيم كذاب. بيقول عاكستها قدام عيني. انا عاكستها واقف بره. يعني عاكستها.
يا باشا اتفضل. اضربك تاني. ايه ده انا هحل هحل كل المشاكل. تضرب ايه؟ اضربه والله، لسه ضربه من شويه. ايوه خدت بالي انا. شفته؟ ايوه شفته. ضربته عندك؟ ده انا اقسم بالله ما شفتك انت. انت مش فاهم، انا ضربته في سري. اه والله في سري، مسكته اديته على دول سري حجز ما بيننا، كنت نفخته. يلا سيبه سيبه يمشي. بقول لك اسكت يا ده، انت اسكت خالص. ماشي هسكت يا عم، مش خوف، ده احترام بس لبنجاتك. يا فندم انا عايزك تهدى شويه. ايه ده؟ مش عايز. استنى كده. اجابه ثلاثه. انا جاوبت بسرعه اول ما زمر، انا اللي اكسب والله. ده حاجه غريبه جدا. بس يا تعالى نلعب، تعالى نهزر معاه شويه. ايوه كده فرسك. ايجي عمرها. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الراجل المجسم ده؟ يا فندم انا ايوه كده، روق واضحك وهزر وارقص وفرفش يا الدنيا، حد واخد منها حاجه يا فندم؟ مش عارف. اشرب بس، اجيب لك مشروب تشربه هيخليك زي الفل ان شاء الله. ماشي. ايه ده لو سمحت؟ نعم. ممكن انا كمان اشرب مشروب يعني؟ هات. اجيب لك يا فندم درينك. يا ريت يكون درينك اديداس اللي هو لحد هنا. يا ريت ونبي درينك اربع قطع اللي هو عارفه ابو قفاز ده والنبي البولو ده. ايوه ايوه بتاع قطعتين المقط والشورت. ايوه البلاش. هاتهولي ده بتاع ابوك ده هناك يقعد بيه فايد ده. يا فندم ما يصحش كده، ده مكان محترم. ما انا محترم اكتر من مكان يا بيه. يلا روح شوف بس هتعمل ايه. روح يلا. يا فندم اهدى. يا سموره العصيره، سموره العصيره اهو يا فندم. احلى كوبايتين عصير. ايه ده؟ طب انت هتشرب منين؟ انا اسف بس واحد، انا من شويه سمعت دي جي عمرو حاها، هو ده الميكسر؟ بس بس ما تطلعش، ما تطلعش في السماعات. يا ما انت هتمشي من هنا. انت بتضربني عشان ربنا مديك حاجات مش عندي؟ طب انا هجيب لك اللي يجيب لك حق. يا فطوطه يا فطوطه. ايه يا سموره؟ الواد ده اداني كف والمصحف لوح لي بقي. ده انا عامل تركيبه تاخد منها شفطه يشوفك فان دام. بجد اديني. طيب والله اشفط. خش عليه خش. انت متخلف يلا في مخك ولا مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي؟ يلا اوعى سند هيكسر ام المكان علينا. هدوه هدوه. ما بقتش فندام. ضحكت عليك. عموما يا فندم احنا اسفين، انت جسمك مش متناسق خالص. عموما احنا اسفين، خد يا فندم اشرب دي شوف هتحطها منين مش عارف. واما بقى الكوبايه الثانيه. أيوة. دي بقى فعليا النعمه ما هتشمها. انت بالذات مش هتشمها. اخد بس قدامين الجزم يا فندم. شكرا سمير. ايوه انا نفسي اعرف الزمبلك بتاعك منين. مش انت كان في منك زمان اللي هو بيمشي يعمل كده ده، يمشي يعمل كده، وكان في اللي هو بتاع الدرام ديجي 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 ده. لا التاني كان قرد. انا اسف. مساء الخير يا فندم. مساء النور. العصير بتاعنا المميز جدا يا فندم. عشان البقف ده كان بيعاكسني. لا خالص. امال كنت حاسس ان انت كنت المفروض تضربه؟ لا اطلاقا. اوعى تكون كنت عايز تقتله. لا خالص اوعى. انت بس كده يبقى ايه ده؟ بقول لك ايه، انت غاوي تتضرب. اسمع مني، انت حبيت الضرب والله. يا عم انا جاي اقول لك انا اسف. ايه ده؟ ليه كده؟ والله العظيم انا اسف على الدماغ. يا بوس يا عم. ايه ده؟ ده طيب قوي طلع. يا عم اي خير. ربنا يخليك، ربنا يخليك. تسلم، ده انت كريم قوي والله. يا عم حاسس ان انا لازم ابقى كريم مع كل الناس. انت مجنون، ايه اللي انت بتعمله ده؟ والله لازم ابقى كريم. يا عم كفايه الابتسامه الحلوه. الله يخليك. هي الساعه دي ذهب. يا عم ذهب خدها. بجد والله ده انت زبون عبيط. مش عايز اسنوك في فلوس اكيد، معاك على قد يعني. معايا يا عم. امسك إيه ده؟ ده انت اخويا الصغير. ده انت كريم. ممكن بس ابوس خطيبتك دي؟ خدها يا عم خدها. ايه ده؟ حبها، اتجوزها، اعمل اللي انا ما قدرتش اعمله. ايه ده؟ هو انت بفلو اللي صورتك بره على الكافيه؟ اخد خطيبتك كده عادي؟ يا عم انا كريم قوي. الله انا انت مش اكرم مني يا كاظم. تمام؟ يعني ايه؟ يعني اتفضل. ايه ده؟ لا معكيش خلخال، مش عايز. لا ماشي اتفضل. الهديه اللي كنت جايبها لخطيبي اهي. بتدي له هديه الفالنتين يا وليه؟ بقول لك ايه؟ امسك خطيبي اهو. ده
جنيه بسيطه مني ليك عشان انا كنت سبب في كل اللي حصل. طب وده اعمل بيه ايه ده يعني؟ ايه بواب بقى سباك يعني اعمل بيه اللي انت عايزه. بس انا عرفت، انا هستخدم بنج وده خد هديه انام عليه. الله انا حبيتك قوي، انت هتروح معايا. يا عم امشي يا عم، انا اللي عزمت بخطيبتي الاول. طب اقول لكم استهدوا انتوا بس وانا اجيب شنطه كبيره اخدكم انتوا الاثنين. اجيب ماشي؟ ماشي. ايه يا قاتل؟ انت دايما كده عايز تبقى احسن مني في كل حاجه. مفيش حاجه بقى. انت هتخلص خالص، انا ماشيه. يا فندم لو سمحت عايز الحساب بعد اذنك. ثواني اجيب لحضرتك الشيك. ايه ده ثواني، هو انا اللي بيشرب حاجه بتدوا له شيك وهو ماشي؟ ايوه يا فندم. لا انا اديني كاش، مش عايز شيكات. يعني يا ريت اشرب وقبضوني. كاش ايه يا فندم ونيله ايه؟ ثواني يا فندم مش هتاخر يا فندم، لو مستعجله. من غير الزفت. عايز تحاسبي وانا موجود؟ يا عم اتنيل استنى. قول لي الحساب كام بعد اذنك؟ الحساب 40 جنيه بس يا فندم. اتفضل.